امس بعد الجيم حقكم يعني اخذت لي بريك وبعدين اتحمست ابغى العب، دخلت جيم كيت تلطيش يمين يسار تفقيع، التيم حقنا ما يبغى يفوز الا الله، كيف فايت انا هزمت خرجت رحت نمت. بس بودا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجوده فيه ماخوذه من بث اليومي على منصه تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكربشن. اذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب وان شاء الله في Let's go back. Very easy, Al. Very easy. Very easy. Listen, it's topside, Al. No? Okay, he is. بطل! إيه! إيه! أقتلهم الاثنين! إيه! بف! عليكم قول لهم. هذا فلاش وهذا فلاش. دود بودا. رن مان. يجي. فلاشك فيه. عندك ده! عندك ده! أوكي! أوكي! أوكي. يجيب الأول. It's fine. انسى قبل يعني بكس. What the fuck كله. Don't worry. Don't worry. هذا عنده ألتي. جنجل جاي. أوكي. أوه هذا هنا. I could not see that. Nope ما شفت ولا. قبل ما كمان شايفه. شوفهم هنا. Oh, you're dead. You're so dead, man. Thank you. جبت. بارن بارن. مات مات. جيب جيب استنى استنى أول. يا ولد. جاي جاي. يس بن. Very easy. أكثر خلاص. احسن رول بالنسبه لي حيكون الجنجل موصلي. ناني جاي اول كيو اوه don't need you. I don't need you. أنا بلعب مرة أجريسيف ترى. إيش؟ واو. أنت هيك إيش؟ إيش؟ أوكي. مات 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 عندي سلاح عندي سلاح اوكي
ما في لاش سجل. عندي هيل عندي هيل عندي هيل عندي هيل. كده تو. مات. في عندي؟ في جي عندي. What the fuck? رايز هذا. جي جي بطل يا شيخ خلاص. That was interesting. It's yours, man. It's yours. واحدة كمان. Okay. Hey. Oh, bye bye. Bye bye. Hello. Okay. Flash. Cool. Moro. بطل. ما مات. مات. Oh my god. Yep. He's dead. He's dead. He's dead. He's dead. Nice auto, man. وتلعب قدام سيفر بكيتا. Okay, dead. هودا ما هو كنت بخوفه جنجل توب سايد ايش بها I thought you would follow I did لا ضغط ال شو اسمه ضغط ال هذا ما حيفكها ترى اوكي اوكي ايوه فاين عندي هيل ايش بدا الحمار مات مات اوه فيو عندي التي ضغط التي كسرت امه ام جوينج تو داي فاك ات اي دونت كير حتى لو عنده سبيل شوت والله راجع جري اوه ماي جاد تنصحني اكمل ماستر ولا بس اوقف على البكالوريوس اشتغل بالبكالوريوس سنتين ثلاثة بعدين كمل ماستر عامة يعني تبغى تبدأ حياتك العملية أفضل شيء تسويه طبعا أوف كورس يعني أنا أنصح حتى وأنت تدرس في المدرسة ولا أنت تدرس في الجامعة يو بيلد الإكسترا كالوكريكولر أكتيفيتيز حقتك يعني تبني السي في حقتك وايل تشتغل في صيف ولا تشتغل أيام الجامعة اشتغلت في جرير بارت تايم سنتين آخر سنتين في الجامعة اشتغلت في نكست اشتغلت في زارا اشتغلت في كله فكان اوريدي يعني خرجت على حياتي العمليه طبعا كان ما كان عندي دخل الا انا امكانياتي بنفسي وات يو دو از تبدا في وظيفه او تبني حياتك العمليه لانه عندنا 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 مشكله بالذات في السعوديه هنا يا شباب ثلاث ارباعنا متعودين انه ما تخرج من يعني الكل اكشلي 90% او 95% متعودين ما يخرجوا من بيت اهلهم لين يتزوجوا ريت وحتى ما يخرج من القوقعه اللي هو فيها ان تيرمز اوف الكلتشر يعني بيهيفير حقه أهله وأصحابه إلين يبدأ يشتغل فلما تبدأ تشتغل هتصير عندك تصادمات ومشاكل كثيرة في مع زملائك في العمل ومع الناس اللي هتقابلهم أول بأول لأنه life is different ثلاثة thank you ما حد رأيك حمار اوه اوه عنده التي وات نوك اب نوك اب ليكون ماكش هذا فعلا اوه هذا ورايا باي باي انا ما يعرف وعندي الستانس حقتها الزبال هذه اللي خربناها
Just finish the fucking game. They are fighting. إيش التخلف ده؟ والله الله الله. اوكي كل دمان كل دمان. نايس والله نايس.